مرحبا متتبعي ديال موقع المواطن في البرنامج ديال ركن العقار. اليوم غنتكلموا ان شاء الله على الموضوع ديال السنديك. بالنسبه للسؤال ديالك هو امتى يمكن نتكلموا على الملكيه المشتركه في المشرع ولا القانون ديال 116، فانه حدد الشروط ديال التطبيق ديال الملكيه المشتركه والخاصه في ثلاثه شروط. الشرط الاول هو خصو يكون عندنا بين عده بنايات. ملي كنقولوا بنايات يعني عمارات او فيلات، او خصو يكونوا عده بنايات. والبنايات يمكن نقسمهم جوج، اما بنايات عموديه فيرتيكال يعني اللي كتكون مقسمه شقق او مكاتب، او بنايات عموديه بحال مثال فيلات. دونك هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني هو وجود عده ملاكين، خص ما يكونش ملاك واحد، خص يكونوا عده. القانون ما حددش العدد الادنى، ولكن ما جرت به العاده هو خصهم يكونوا مينيموم جوج ملاكين. الشرط الثاني. الشرط الثالث هو خص يكونوا اجزاء مشتركه واجزاء خاصه، دي بارتي بريفاتيف و بارتي كوميك. يعني خصو يكونوا اجزاء خاصه او المفرزه، اجزاء مفرزه، وخصو يكونوا عده اجزاء مشتركه. دونك الا كانوا ثلاثه الشروط متوفرين، في هذه الحاله كيمكن ندويو على ملكيه مشتركه. بالنسبه للاجزاء المشتركه كاين الفصاد الواجهه، كاين الارض اللي هي مشترك، كاين لا تيراس السطح الا كان هذا السطح معد للاستعمال المشترك، كاين القبو سوسول الا كان معد للاستعمال المشترك، كاين لي اسانسور مصاعد، كاين لي اسكالي دروج، كاين الجرده الا كانت معده للاستعمال المشترك، كاين المداخل ديال العمارات، مداخل ديال الامارات، كاين لي غالري. دونك هادو من الاجزاء المشتركه، هادو امثله ديال الاجزاء المشتركه. وكاين مثال اخر هما ديال لي تكنيك، منافذ التهويه والمنافذ التقنيه، هادو هما الاجزاء المشتركه، كاين امثله ديال الاجزاء المشتركه. بالنسبه للدور ديال السنديك، بون السنديك هو بالعربيه هو وكيل اتحاد الملاك. السنديك هو الفرنسية، مي بالعربية هو وكيل اتحاد الملاك. بالنسبة للدور ديال السنديك أو الدور ديال وكيل اتحاد الملاك، دونك هو اللي كيستدعي وكينظم الجمع العام، هو اللي كينفذ القرارات ديال الجمع العام، هو اللي يلزم الملاك أنهم يحترموا القانون الملكية المشتركة، هو اللي يقدر يدير دعوى قضائية ضد الملاكين اللي ما كيحترموش القانون ديال الملكية المشتركة أو ما كيخلصوش الواجبات ديالهم. دونك هو اللي كيشرف على العملية ديال الدعوى القضائية ضد هاد الناس هادو. هو اللي عنده المسؤولية أنهم الأرشيف وإجمع الأرشيف والوثائق ديال كاع اللي كتخص بالملكية المشتركة. هو اللي كيتكلف بالصيانه ديال الاجزاء المشتركه لونتروتيان، هو اللي كيتكلف بالميزانيه ديال الميزانيه ديال الاجزاء المشتركه، وبالحسابات وبالموارد الماليه ديال السنديك، وفي الاخير هو المسؤول على كل ما يقع بالنسبه للاجزاء المشتركه، هو المسؤول عليها. السنديك يمكن يكون سنديك غير مهني، يعني هنا يكون احد الملاك هو يكون سنديك، ولا يكون سنديك مهني بروفيسيونيل.
وملي كنقولوا سانديك مهني يقدر يكون شخص معنوي بيرسون مورال ولا بيرسون فيزيك شخص ذاتي. الوغ هنا باش يتعين سانديك هو خص الجمع العام هو اللي كيعين سانديك والقانون كينص على انه خص يكون عندنا مينيموم ديال 3/4 ديال الاصوات الملاكين خصهم يكونوا موافقين على السانديك عاد يمكن يوافقوا على السانديك دونك مينيموم 3/4 ديال الاصوات خصهم يوافقوا على السانديك وان فوا كيوافقوا على السانديك كدا الكونطرا العقد اللي كيربط بين الجمع العام بين الاصوات الجينيرال وبين السانديك وهذاك العقد حتى هو خصو مينيموم 3/4 ديال الاصوات ديال الملاكين خصهم يوافقوا على داك العقد وهذاك العقد شنو فيه امتى غتبدا المهمه ديالو المهمه ديال السانديك شحال الاتعاب ديالو شحال وشنو هي المهمه ديالو دونك هادو هما ثلاث حوايج كتكون في العقد قانون عطى الحريه لتحديد الاتعاب ما كاينش حد ادنى وما كاينش حد اقصى دونك هنا الجمع العام والسانديك عندهم الحريه باش انهم يحدوا الاتعاب غير هو المشرع عطى الامكانيه ان العقد يفرق بين جوج انواع ديال الاتعاب كاين اتعاب اساسيه يعني سونوغير دو باز يعني هما الاتعاب الخاصه بلا جيستيون كورونت يعني يدير الصيانه ديال الاجزاء المشتركه يدير الجمع العام يشرف على الجمع العام هادو هذه مهمه اساسيه وكاين اتعاب خاصه يعني اتعاب اللي كتخص بمهمات بارتيكولي مهمات خاصه باغ اكزومبل انه يدير دعوات قضائيه ضد الملاك اللي ما كيخلصوش الواجبات ديالهم فهادو اتعاب هذه مهمه خاصه او لا يدعي شي طرف اخر يعني هادو اتعاب خاصه دونك هنايا العقد يقدر يفرق بين هاد جوج انواع ديال الاتعاب ولكن بخلاصه القول انه هناك حريه تحديد هذه الاتعاب ما كاينش مينيموم وما كاينش ماكسيموم القانون هو انه حدد المده القصوى ديال السانديك في مده ديال سنتين عامين هذه هي المده غير هنا المشرع عطى الامكاني انهم الجمع العام يقدر يجدد مع السانديك يعني ملي يكمل العامين يقدر يجدد معاه لسنتين اخرى غير هنا باش يجدد معاه خاص كما قلت في الاول خاص الموافقه ديال مينيموم 3/4 ديال الملاكين يعني مينيموم 3/4 ديال الملاكين خاصهم يوافقوا على تجديد المهمه مع السانديك لمده سنتين اخرى بالنسبه للسانديك اعتزم انه يقدم الاستقاله ديالو دونك اول حاجه خصو يخبر الملاكين كيفاش خصو يخبرهم خصو يعلق واحد الورقه ديال الاستقاله ديالو كيعلقها في العماره او في العمارات ديال اللي هو كيشرف عليهم المساله الثانيه هو انه خصو يكونفوكي خصو يستدعي الملاكين جمع عام في ظرف 30 يوم من تاريخ تبليغ ديالهم بالاستقاله وفي هذيك 30 يوم خصو يجمع جميع الوثائق ولي دو الوثائق قال الوثائق اللي مكلف اللي كتخص الملكيه المشتركه خصو يجمعهم في هذيك 30 يوم واللي كيتعين سانديك جديد خصو ديك الوثائق خصو يعطيهم سانديك جديد في ظرف 15 يوم من تاريخ تعيين سانديك جديد كاين شي حالات اللي بعض المرات السانديك القديم ما كيبغيش يعطي الوثائق للسانديك الجديد كيرفض هنايا اي واحد من الملاكين يقدر يدير طلب رئيس المحكمه ورئيس المحكمه هو اللي كيفرض على السانديك القديم انه يقدم جميع الوثائق اللي في الحوزه ديالو للسانديك الجديد السانديك هو كيعمل تحت الاسم باسم الجمع العام هو كيسير ميزانيه وبعض الحالات كتكون ميزانيه كبيره دونك السانديك خص يكون محل ثقه خص يكون شخص فيه ثقه وفي حاله الا ما احترمش الضوابط ديال العقد ديالو ولا الضوابط القانونيه فهنا هو كيتحمل مسؤوليه اللي تقدر تكون مسؤوليه مدنيه او مسؤوليه جنائيه الوغ بالنسبه للمسؤوليه المدنيه باغ اكزومبل مثلا هو انه بعض المرات
انه القانون الملكيه المشتركه كيفرض على باغ اكزومبل على الملاكين انهم ما يربيوش الكلاب في الاقامه. والسنديك بعض المرات كيشوف شي واحد كيربي الكلب ديالو ما كيدويش معاه، ما كيفرضش عليه انه يحترم القانون الملكيه المشتركه. فهنايا السنديك كيتحمل مسؤوليه مدنيه. نعطيك مثال اخر باغ اكزومبل، كان السطح كاين ديزاين في تخاصم من السطح، والسيد اللي ساكن في الطاج الاخراني في الطاج الاخراني فهو تعرض للاضرار ومشى خبر السنديك، والسنديك ما بغى يدير والو، تغاضى على هذه القضيه هذه، ميك عليه ما دار معه والو. وهذا السيد هذا اللي في الطاج الاخير اللي هو المتضرر فهو تعرض للاضرار ماديه، يعني الاثاث ديالو مشى والدار ديالو تكرفسات. دونك في هذه الحاله السنديك هو اللي كيتحمل المسؤوليه المدنيه، هو اللي غادي يخلص الاضرار، لانه شاف ذاك الضرر كان في تخاصم من السطح، والسطح ملكيه مشتركه. دونك هو الضرر جاي من ملكيه مشتركه. دونك السنديك خصو يصلح ذاك الضرر، الا ما صلحوش فجميع الاضرار هو اللي كيتحمل المسؤوليه اللي تعرض الاضرار اللي تعرض لها هذاك المالك في الدرني طاج، هو اللي كيتحمل ديك المسؤوليه. هذه بالنسبه للمسؤوليه المدنيه. المشرع في القانون ديال 116 فهو زاد واحد المسؤوليه اخرى وهي مسؤوليه جنائيه، وهذه مسؤوليه خطيره جدا وبزاف الناس ما عارفينهاش. السنديك راه يقدر يتعرض للاعتقال في الوغ بعض المرات. الى نعطيك مثال، الى باغ اكزومبل كان واحد البوطو ديال الضوء في الجرده، هو شاف ذاك البوطو فيه شي سلك عريان ولا شي خطر ولا شي حاجه وشافو ما صلحوش، الله يحفظ الا كان شي طفل ولا شي شخص صاب ضرر بهذاك السلك عريان ديال الضوء وقاس الله يحفظ، فهو كيتحمل المسؤوليه الجنائيه. نعطيك ان اوتر اكزومبل، باغ اكزومبل لاسانسور فيه مشكل وهو شاف ذاك المشكل، الله يحفظ لك كان شي مراه حامل ولا شي مراه ولا رجل مسن شي حاجه وتعرض لشي مشكل في هذاك لاسانسور، وهو شاف المشكل وما مشاش صلحو. فإلا الله يحفظ الا وقع شي اذى للشخص فهو كيتعرض، فهو عنده مسؤوليه جنائيه. دونك هادو بعض. نعطيك مثال اخر، هو الى نصب الى سرقه من الميزانيه فهو عنده مسؤوليه جنائيه. دونك اللي نقدر نقول هو انه الى السنديك الى شاف شي ضرر خصو يصلحو. فالله يحفظ الا كان ذاك الضرر نتج عنه ذاك الخلل نتج عنه ضرر ضرر جسدي لاحد الاشخاص، وهذاك فهنايا راه هنا يقدر يتعرض للمسؤوليه الجنائيه ويقدر يتعرض للاعتقال للسنديك خصو يرد معاه البال.